وفي نفس السياق سمحت مدينة أمريكية للمسلمين ببث الآذان عبر مكبرات الصوت 5 مرات يوميا طيلة شهر رمضان الكريم للسماح للمصلين بأداء صلاة الجماعة مع الحفاظ على مسافة تباعد آمنة لمنع تفشي فيروس كورونا بين المصلين. وكانت الجالية المسلمة في مينا بوليس جنوب ولاية مينيسوتا الأمريكية قد قدمت طلبا إلى المصالح البلدية بالسماح لها بالقيام ببث النداء إلى الصلاة عبر مكبرات الصوت، وهو الطلب الذي وافق عليه عمدة المدينة جاكوب فراي. وفور موافقة المدينة دفع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ثمن المعدات السمعية للبث من المسجد. ومن المتوقع أن تصل عمليات البث إلى آلاف السكان مع السماح لهم بالحفاظ على مسافة تباعد آمنة للصلاة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجدة. وينضم إلينا عبر سكايب من ولاية مينيسوتا بالأمريكا جيلاني حسين المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بولاية مينيسوتا. أحييك سيد حسين وأبدأ. هل هذه المرة التي يسمح فيها في بعض الولايات أو المدن ببث الأذان أو الصلاة عبر مكبرات الصوت، أم أن هذا يعني أخذ به في أوقات سابقة؟ لا، إن شاء الله هذا يكون فرصة أولية خاصة هي في ولاية مينيسوتا. وعبارة الآن في أمريكا كاملا في أظن في ولايتين أو مدينتين الآن الدولة سامحوهم لهم أن يكون الأذان في كل الصلوات في دائما عبر مكبرات الصوت الخارجية للمساجد. أيوة، في مدينتين الآن في أمريكا، لكن مدينتين صغير في لكن أول مرة كانت هنا في مدينة زي مينيسوتا مينيابلس، هي الولاية يعني العدد السكان كثير، لكن إن شاء الله يعني هي يعني فرصة جميلة وفرصة يعني خاصة الآن في يعني في أيام نحن في كورونا فيروس والمساجدين كلهم مغلولين، يكون يعني فرصة للجالية والعدد السكان غريب يعني هؤلاء يعيشون جنب المسجد كثير. نعم، أظن ممكن 6 إلى 8 آلاف شخص. وسمح أيضا بالصلاة في المساجد الآن، مسموح بالصلاة في المسجد سواء الآن أو حتى بعد في أثناء رمضان. لا، الصلاة ما فيش حد الآن يصلي في الصلاة في المساجد وهذا ممنوع الآن، لكن الأذان يكون يعني بيكون فرصة علشان الناس يعني عايشين جنب المسجد بس عشان يعني يستفيدوا من الأذان، وإن شاء الله يتمنى المستقبل ممكن يعني يرجعوا إلى المسجد، لكن الآن في شهر رمضان هذا الأذان يكون يعني وخاصة في هذا المسجد، مسجد يعني العدد المصلين أكبر منهم أو أكثر منهم يعني كبير عن السن، ودائما يعني يجوا في المسجد فمعظم منهم يسمعون الأذان، وإن شاء الله نتمنى هيكون خيرا فيه ويساعد في هذه الأيام يعني أن الناس ما سيد حسين يعني للحقيقة هل هناك تفسير لهذا التغير، يعني أن توافق السلطات المحلية في المدينة على بث الأذان عبر مكبرات الصوت الخارجية، خصوصا أن فترة ما كانت فكرة الإسلاموفوبيا والخوف من الإسلام كانت هي المنتشرة بشكل أو بآخر، يعني ما الذي تغير؟ لا، ما فيش يعني الولاية هنا في مينيسوتا يعني تعرف أن في أشياء كثير يعني الآن سامحوا للمسلمين وهذا حقوق لنا، يعني نحن أمريكا لها حقوق للدين، فهذا يكون من الحقوق الذي عندنا، علشان في أمريكا سامحت الكنيسة يسابق الجلس ونحن نفس الشيء، يعني فكانت يعني نحن نعرف أن هؤلاء يضدوا على الإسلام أو الإسلاموفوبي كثير، لكن كانوا كثيرة قبل هذا يعني البرنامج بالأذان ويكونوا بعده، لكن إن شاء الله نحن نتمنى هذه الفرصة فرصة جميلة وتجمع الناس وتريح يعني الناس في الأذان، وإن شاء الله الآن قبل ما سمعوا كثير من معظم السكان هنا غير المسلمين كانوا فرحوا بهذا الفكرة وفرحوا بسبب أن هذا يكون يعني فرصة للمسلمين
يعني المسبوع لكن مش للمسلمين لا تتوقع ان عندما يبث الاذان في رمضان عبر المكبرات الصوت الخارجيه للمسجد ان لا يشتكي احد من غير المسلمين او من الامريكيين، يعني غير المسلمين، لا تتوقع ذلك انت؟ لا، اذا معظم الناس السكان الذين يسمعون دائما وجنب المسجد، يعني يعيشون جنب المسجد، معظم المسلمين ومعظم منهم يفرحوا بها. لكن نحن نعرف الان، يعني نحن في ايام كثرت علينا الاسلاموفوبيا في امريكا وفي ولايات اخرى، وهؤلاء يعني دائما اي شيء المسلم يعني يفعل هم ضد، يعني ما يحبوا. فلكن نحن عارفين ان هذا ليست السبب اللي احنا سويناه هذا البرنامج. هذا كان الان كل المساجد يعني مش مفتوحين الان، فنحن نتمنى هذا الاذان يكون يعني يريح الناس، والناس يعني يصلي في بيوتهم لكن يسمعوا الاذان، ويتمنى ان يكون شيء يعني معظم الناس يعني يفرحوا به. سيد جيلاني، هل تعتقد ان جائحه كورونا وانتشارها بهذا الشكل، يعني هل كان لها تأثير إيجابي على تقبل الناس من يعني أديان مختلفة ومذاهب مختلفة لبعضهم البعض واحتراما لشعائرهم بشكل أو بآخر أم لا؟ الآن يعني في أشياء كثير تغيرت في الكورونا، والآن معظم المساجد وكل يعني كل المساجد هنا في مينيسوتا والآخرين يسمعون الدولة ويسمعون الناس اللي يخبرون عن النظام اللي يتيجي من الدولة، كيف نصلي في مساجدنا أو كيف نتجمع الآن. فالآن في مينيسوتا في قرار يعني لم يسامح الناس يصلي في مساجدهم، وهذا القرار ينتهي في الأسبوع الجاي، لكن معظم الناس يتمنى أن القرار هذا يزيد ويكون إلى آخر رمضان ممكن. لكن معظم الأئمة والجالية يعرف أن هذا الوقت يجب علينا أن نصلي في بيوتنا. أشكرك شكرا جزيلا. ونكون من زي يعني آخرين نفهم شكراً. أن هذا الكورونا يكون صعب لكل الناس. سيد جيلاني حسين، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بولاية مينيسوتا، كنت معي عبر سكايب، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، المسائية ما زالت مستمرة، وبعد الفاصل باقي فقراتنا وفيها مباشر مع النائب في مجلس الأمة الكويتي ووزير النفط السابق الدكتور علي العمير حول انعكاسات وباء كورونا على حركة التجارة العالمية وسوق النفط الخليجي. ابقوا معنا.